الأسواق الأوروبية الرئيسية أنهت جلسات تداولاتها اليوم الجمعة داخل النطاق الأخضر. رد فعل البورصات الأوروبية على المعطيات الإيجابية من ألمانيا والمتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي جاء فاترا، كما أثر على أدائها الباهت استمرار التكهنات المتضاربة حول إمكانية الإنهاء التدريجي لسياسة التحفيز النقدي للاحتياطي الاتحادي الأمريكي، حيث سجل يورو ستوكس 50 الأوروبي زائد 0.4 مئوية وفرانكفورت زائد 0.23. اليورو سجل ارتفاعا طفيفا أمام الدولار ليبلغ دولارا واحدا و33 سنتا، أما سعر برميل نفط البرنت فسجل ارتفاعا ليبلغ 110 دولارات فاصل 82 سنتا.